بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل آخر جزء في الكتاب الأولاني Solved Examples. هنتكلم في الإكزامبلز دي تطبيقات على كل اللي اتشرح في الكتاب. أنا بس همشي معاكم كده على الإكزامبلز، لو في حاجة مش واضحة هوضحها في الإكزامبلز، وكده يبقى الكتاب الأولاني إن شاء الله خلص. أول إكزامبل بيقول لي اعملي 3 input nor size all the PMOS and NMOS transistor to get equivalent optimal CMOS it inverter operation. You may use WL بتاع الـ PMOS P وبتاع الـ NMOS N. ادي 3 input nor، تمام، عشان اخلي الـ pull up زي الـ NMOS زي الـ CMOS inverter، فلازم اخلي اللي فوق 3 بي 3 3 بي 3 بي عشان لما اعملهم محصلة بتاعتهم يبقى 1 على 1 على 3 بي زائد 1 على 3 بي زائد 1 على 3 بي، وبالتالي يبقى 3 بي يطلع في الاخر equal بي. دي المحصلة بتاع البول اب. في البول داون هيبقى ان وان وان زي ما اتفقنا. في البول داون انا باخد الورست باس بين الاوتبوت والجراوند، فهتلاقي المسار ده او ده او ده هو ده المسار، فبخلي واحد فيهم كل واحد فيهم زيه زي الانفرتر او اللي هو السيموس انفرتر. طيب اللي بعد كده عاوز 4 انبوت نور، وبرضه عاوز اعمل سايز البي والان. هنا هيبقى 4 بي 4 بي 4 بي 4 بي، هنا تبقى ان 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 ان. لو انت مش فاكر او انت مش فاهم بعمل البول اب ازاي والبول داون، روح راجع القانون بتاع الدبليو على ان دبليو على ال ايكويفالنت بتاع السيريز، واحد على السميشن واحد على دبليو على ال بتاع ان بتساوي واحد لان او لام حسب عدد الترانزستورز. فده السميشن بتاع السيريز، سميشن البارل بيتجمعوا على بعض. طيب ده اللي هو الستيك دياجرام. انا بعمل هنا الاويلر باث، فانا ممكن اخد الاي بي سي دي اهو. انا عاوز اعمل الاويلر باث بتاع ديت، ادي بتاع البول اب، ادي الفي دي دي، وادي النقطه الاولانيه اللي هي دي، ادي الثانيه اللي هي دي، والثالثه اللي هي دي، والرابعه اللي هي الاوتبوت. يبقى هنا اي بي سي دي، ادي الاي ادي البي ادي السي وادي الدي. لما احب اعمل الاويلر باث بتاع البول داون، ادي الاوتبوت وادي الجراوند نقطه، يعني ادي الاي ادي البي ادي السي ادي الدي. من هنا المسار اي بي سي ده هيبقى مسار مناسب للبول اب والبول داون، وهو اللي عامل بيه هنا اهوت. ادي البول اب وادي البول ده، تمام. بقيت التوصيلات راجع عليها كويس، ان شاء الله ما فيهاش مشكله. طيب سكتش اكزامبل 3، سكتش ترانزستور ليفل سكيماتيك فور ا كومباوند سي موس لوجيك جيت فور ايتش اوف ذا فولوينج فانكشنز اي بي سي اور دي. الكل داش الفانكشن دي ديت، طالما ما قلتش اي حاجه خالص يبقى ريبريزنت الاوتبوت وانز، طالما ما قلتش اي حاجه تمام يبقى ان فيها يبقى هي الاوتبوت زيروز، يبقى ان فيها هي الاوتبوت زيرو، يبقى الزيروز اي بي سي اور دي ومقلوبهم هنا. يعني ممكن اعمل البول داون نتورك واخد الدول بتاعها مقلوبها يعني، واعمله البول اب نتورك. التوالي تحت توازي فوق، والتوازي تحت توالي فوق. التوالي في البول داون يبقى توازي في البول اب، والتوازي في البول داون يبقى توالي في البول اب. ده اسمه الدول يعني مقلوبه يعني. طيب لو عايز اعمل فانكشن ثانيه اي بي اور سي الكل دوت دي كل داش، برضه نفس الكلام، طالما ما قلتش اي حاجه يبقى ريبريزنت الاوتبوت وانز، اخدنا فيها هي الاوتبوت زيروز، يبقى اي بي اور سي، اي بي اور سي توازي او توالي مع الدي. اي بي اور سي اي بي توازي مع السي، الاثنين دول توالي مع الدي. طيب برضه نفس الكلام، اعمل دول بتاعها
مع الدول بتاعت البول داون يبقى بول اب. لو انت عاوز تعمل لها اللي اوت او الستيك دايجرام مفيش اي مشكله، الموضوع مش صعب ان شاء الله. طيب سكتش ترانزستور ليفل سكيماتيك اوف سي موس 3 انبوت اكس اور يو مي اسيوم يو هاف بوث ترو اند كومبلمنتري فيرجنز اوف ذا انبوت. تخيل انت عندك الترو والكومبلمنتري فيرجن اوف ذا انبوت، يعني انت عندك الاي وعندك الاي داش جهازين، وعندك البي وعندك البي داش جهازين، وعندك السي وعندك السي داش، يعني انا مش هعملهم، مش هحط لهم انفرترز. فانا اتخيل ان عندي الاي والاي داش او اللي هو الترو والكومبلمنتري فيرجن بتاع الاي والبي والسي. طيب ادي الاكس او 3 انبوت اكس اور، الاكس اور اي اور بي بكام؟ اي اور بي بس اي بي داش اور اي داش بي. ده عايز اعمله اكس اور مع السي، يبقى ده مره عادي سي داش اور ده داش اور سي، يبقى ده التلاته انبوت اكس اور. خلاص اهو جاب الاي بي اكس اور، خرجوهم اكس اور مع السي، ادي التلاته انبوت اكس اور. راجع دي كويس هتلاقيها ان شاء الله سهله. تمام الاسهل هنا اخد البول واعمله يطلع لي، واعمله واخد الدول بتاعه اعمله بول داون. بص كده معايا في البول اب اللي موجود، سي بي اور بي داش، بي داش اور بي. طب استنى مهمين على السبوره، بص معايا كده قبل ما نروح على السبوره، ده خارج الاكس اور 3 انبوت اكس اور، دي الوانز والزيروز بتوعي. انا ممكن اخد الوانز اخليهم بول اب والزيروز اخليهم بول داون. فالزيروز اي داش بي داش سي داش، الوانز اي داش بي داش سي، هنا اي داش بي اي داش بي سي داش، ماشي هنا اي داش بي سي، هنا A B داش C داش، وهنا A B داش C، هنا A P C داش، هنا A P C. دي كده تاني اهي A B داش C داش، عشان ما تتلخبطش. ادي ال ones، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ones. اول واحد اي داش بي داش سي داش، اسف اي داش بي داش سي، اول وان اي داش بي داش سي، اي داش بي داش سي اللي هي اي بي سي داش، هيبقى هنا اي بي سي داش. ادي الاي، بص كده ادي مسار اي بي سي داش. تمام خلي بالك هنا الكونتاكت واصله، هنا مفيش كونتاكت اصلا، هنا الاي بي سي، ما هو اي داش بي داش سي انا عايز اعمل ايه؟ اي داش بي داش سي، لما اجي اعملها فوق البي موس تبقى اي وبي وسي داش. ارجع افتكر، يبقى اي داش بي داش سي ادي اي بي سي داش، الثاني الواحد الثاني اي داش بي سي داش، اي داش بي سي داش، اي داش بي سي داش، يعني اي بي داش سي، اي بي داش سي. تمام توازي مع الاولين اي بي داش سي. تمام الواحد الثالث، الواحد الثالث اي بي داش سي، اي بي داش سي داش اللي هو ده، يبقى اي داش بي سي، اي داش بي سي، اي داش اهو بص اي داش بي سي. والرابع هتلاقي اي داش بي داش سي داش اللي هو ده، اي بي سي تبقى اي داش بي داش سي داش. ادي الاربع وحايد بتاع البول اب. بتاع البول داون هات الاصفار، الاصفار الصفر الاولاني اي داش بي داش سي داش، فهيتحطوا اي داش بي داش سي داش، ادي اي داش بي داش سي داش. الواحد الثاني معذرة، الواحد الثاني اسف الصفر الثاني يعني اي داش بي سي، اي داش بي سي، ادي اي داش بي سي اهو، هتلاقي كده ادي داش بي سي. الصفر الثالث اي بي داش سي، اي بي داش سي،
والصفر الرابع A P C داش، ادي A A P C داش اهو. راجع كده يعني ايه يا دكتور؟ يعني هو اما اجي احلل، اما اجي اعمل الاكس اور الثلاثه انبوت اكس اور، ما عملش بالفانكشن دي، ما عملش بالفانكشن دي، عمل ايه؟ عمل التروث تيبل وجاب الزيروز، مثلهم الزيروز، مثلوا البول داون نتورك بتاعتها، والوانز مثلت البول اب نتورك، مع العلم ان الوانز عباره عن بي موس، والبي موس لو همثل اي داش على بي موس احطها ايه على البي موس، لان قلنا بدل مره 50 مره البابل بتاع البي موس كانها انفرتر، كانها هي مش انفرتر. يبقى الاي داش اما احب امثل اي داش على بي موس بخليها ايه، يبقى ايه على البي موس كانها اي داش على الان موس، ما تنساش دي خلاص. فالرسم بتاع الثلاثه انبوت اكس اور ملعبيكه شويه بس، لكن انا هنا شرحتها لك اهوت وقلت لك هو عمل الكلام ده ازاي خلاص. طيب اللي بعد كده، consider the design of CMOS compound or and invert. or and invert يعني باخدهم اورز واعملهم اند يطلع الخارج، تمام. احنا قلنا اصلا قبل كده ده اسم فقط مسمى، ما يفرقش معايا حاجه، كل حكايه انا هعمل نفس الطريقه، هيبقى عندي شويه اورز اور يعني الانبوت، ادي الانبوت اهو A P ادي اور، وادي السي داخل على اور لوحده، يبقى A اور B داخلين اند على هنا، يطلع لك A اور B اند C خلاص. ادي الاور اند انفرت، تمام. اما اجي اعمل سكيماتيك اهوت، انا عندي ترامب ما قالش اي حاجه، فالفانكشن دي ريبريزنت الاوتبوت وانز، الاوتبوت وانز ان فيها يبقى الاوتبوت زيروز، يبقى الزيروز عباره عن اي اور بي الكل دوت سي، يبقى اثنين توازي توالي مع السي، اثنين توازي توالي مع السي، والخارج والبول اب عباره عن الدول بتاع الكلام ده، يعني التوازي فوق توالي تحت، التوازي تحت توالي فوق، والتوالي تحت توازي فوق. وبعدين خدنا الطريقه دي 50 مره. اما اجي اعمل الستيك دايجرام، عايز اعمل اويلر باس، انا عندي الاي بي اور سي مظبوط، وادي الاي، ادي الاي بي اور سي، يبقى المسار اي وبعدين بي وبعدين سي، ثيوتابل مناسب للبول اب والبول داون، بول اب نتورك والبول داون نتورك. في الامتحان حضرتك ما تعمليش الاويلر باس على الرسمه، انا عايز الاويلر باس كنقط بالطريقه اللي بنرسمها. ادي الفي دي دي، ادي الاي، ادي البي، ادي الاي وادي البي، ادي الاي وادي البي، وهنا الاوتبوت وادي السي، هنا الفي دي دي وادي الاوتبوت، ده البول اب نتورك، البول داون نتورك ادي الاوتبوت ماشي، وادي الجراوند، وفي النص نقطه هنا، يبقى هنا السي وادي الاي وادي البي، ادي الاي وادي البي، يبقى اي بي اور سي، هنا اي بي اور سي، اي بي ان سي، يعني المسار بتاعي اي بي سي مناسب جدا للبول اب والبول داون. هعمل ال الستيك دايجرام، وزي ما اتفقنا الكونتاكت دي تتعمل او ما تتعملش مش مشكله، تمام. احنا اتفقنا هنعمل من غير كونتاكت، انا بعمل ايه؟ بعمل شريحه كبيره البي بلس، نعمل على السبور اسهل، ادي ادي البي موس وادي الان موس، عندي كام بولي؟ تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة بولي. قبل ما اكمل انا عايز هنا كده الميتال، تمام. ادي الفي دي دي هيمثل الفي دي دي، ده اللي هيمثل لي الاوتبوت، وده اللي هيمثل لي جراوند، تمام. وابدا ادي الاي، ادي البي، ادي السي. قبل ما انسى بس ممكن البول ده اكمله لاخر كده واطلعه كده عادي مفيش مشكله ماشي. يبقى الاي بي سي، ابدا امثل ده، انا عندي السي وبعدين الاي والبي، ادي السي اي بي، يعني السي واصل اوتبوت السي ماشي، ادي السي
ادي البي تمام، السي واصل اوتبوت اهو، السي واصل اوتبوت، السي واصل الطرف الثاني بي وبي، ادي البي وادي الاي تمام، الاي بي واصل جراوند اهو. في اللي فوق انا عندي، ارجع افتكر الرسمه، في اللي فوق اي بي توازي مع السي، في اللي فوق اي بي توازي مع السي، ادي الاي وادي البي وادي السي. انا عندي الاي والسي واصلين، الاي والسي واصلين خارج، واصلين في دي دي اسف، الاي والسي واصلين في دي دي، ادي السي وادي الاي تمام. البي والسي واصلين، الاي والبي اهو، البي والسي واصلين اوتبوت اهو. الرسمه خلصت تمام، الرسمه دي مفروض اهي، والرسمه اللي في الكتاب اهي تمام. ماشي، نرجع نكمل الاكزامبلز. consider the design of CMOS compound OR and invert، OR and invert زي ما اتفقنا برضو، OR بتاع الدخل، gating trans، ادي الرسمه مفيش فيها اي مشكله. دي برضو represent ال output ones، طالما ما قلتلكش ان هي بتrepresent حاجه ثانيه، فال output ones اخد الزيروز بتاعتها اللي هي A or P and C or D، اللي هم دول تمام، هيبقوا ال pull down network اللي هي الزيروز بتاع الفانكشن، وال pull up network عباره عن الوانز بتاع الفانكشن. ونكمل. طيب ادي الستيك دايجرام بنفس الطريقه، هعمل اويلر باث وهشتغل. طيب سكتش ترانزستور ليفل سكيماتيك فور كومباوند اي بي اور سي اند اي اور بي تمام. خلي بالك هنا اي اور بي اتنين داخلين، ادي اي اور بي، اي اور بي، فانا عندي خمسه انبوتس، فانا عندي 10 ترانزستور سكيماتيك، وادي الستيك دايجرام، خد بالك من ده وخلي بالك من ده تمام. عندي اتنين انبوتس اسمهم A واتنين انبوتس اسمهم P. الرسمة ديت سكتش ترانزستور ليفل بتاع الكومباوند السيموس. قبل ما انسى، كل الرسومات اللي فاتت ممكن اعملها هي يا بس، واعملها بالديبليتد لود انفرتر، ديبليتد لود انفرتر. كل الفرق هيبقى البول داون بس هو اللي هيتعمل، البول اب مش هيتعمل فيه اي حاجة تمام. هيبقى البول اب عبارة عن، البول اب هيبقى عبارة عن، هيبقى عبارة عن ايه البول اب؟ هيبقى عبارة عن ديبليتد ان موس. لو حبيت اعمل لي اوت رسمه من ديت، نروح على السبوره كده، ادي وليكن اي اور بي ان سي، ادي فانكشن اعمل لي ريبريزنت ليها باستخدام ديبليتد لود انفرتر، ديبليتد لود انفرتر. هعمل البول اب، ادي الرسمه اهي، تمام ادي ال ان موس، ديبليت ان موس. انا عندي توازي A اور P، ادي البول اب، ادي الفي دي دي تمام، توالي مع السي، احط السي تحت، احط السي فوق، انا هو ما تفرقش، المهم الدايره صح. طيب اما اجي اعمل ستيك دايجرام بتاع الرسمه دي، بسيطه خالص، انا عندي اللي فوق ان موس، اللي فوق ان موس، واللي تحت برضو ان موس. اللي فوق ان موس ادي المنطقه بتاع اللي فوق تمام. انا عندي البول اب واصل للجرين هنا اهو، سيب دلوقتي البول اب ده، تحت اعمل لي برضو ان موس ماشي. انا عندي الميتال اوتبوت، ادي الميتال بتاع الخارج، وادي الفي دي دي ماشي. انا عايز بقى هنا انا عندي في البول داون ك اي بي سي، ادي الاي وادي البي وادي السي، اي بي سي. اعمل توصيلاتي بقى تمام. انا عندي السي واصل جراوند، السي واصل جراوند، البي والسي واصلين مع الايه، ادي البي والسي واصلين مع، سوري غلط، ادي السي واصل جراوند تمام، الاي والبي واصلين اوتبوت اهو، ادي الاي والبي واصلين اوتبوت، والسي والبي واصلين تمام كده
غلطت في الاول، انا كنت عاملها من فوق، لو عملتها من فوق مش هعرف اوصل الاوتبوت. تمام، ادي الرسمه بتاع البول داون. بتاع البول اب انا عندي الجيت المفروض يبقى واصل فين؟ الجيت المفروض يبقى واصل مع البولي، حاجه من اتنين، يعمل البولي كده كده اهو، ووصل الميتر البولي كده اهو، ده الاوتبوت. او الطريقه الثانيه ان اعمل البولي بتاعي واصل لحد هنا واعمل هنا كونتاكت اصفر، يعني اوصل البولي لحد الاوتبوت. يبقى كده انا عندي الجيت واصل بالاوتبوت، وكمان ادي السورس واصل بالاوتبوت، والدرين واصل بالفي دي دي. يبقى ده درين جيت سورس بتاع البول اب. هنا بس ناقص حاجه، ان الدبليتد بيبقى فيه طبقه برتقالي عشان تقول لك يا باشا خد بالك ان ده دبليتد لود انفرتر اهو. بعمل طبقه برتقالي كده اهو بين الديفيوجن والبولي، يعني بعد الديفيوجن وقبل البولي. فانا هعمل كده اهو، اظبطها وبعدين اعدل الرسمه تاني. طبقه البرتقاني باعتبار ده لون برتقاني يعني. خلاص، وادي البولي بتاعك اهو، تعمل فوق البرتقاني طبقه بولي عشان تقول ان ده ديبليتد النص. تمام، يبقى اخضر فوق طبقه برتقاني عشان الديبليتد، وفوقه البولي عادي. فانا اوصل الجيت بتاع الان بتاع الديبليتد النص مع الاوتبوت. تمام، يا اما اطلع البولي اطوله وادخله على الميتر واعمل له كونتاكت بينهم الاثنين مع بعض، او اعمل البولي الجيت بولي سيليكون واعمل الميتر عادي واطلع بكونتاكت ميتال من الاوتبوت لحد البولي، الاثنين صح. تمام، اوصل بقى السورس بالاوتبوت اهو، اوصل الفي دي دي بالدرين، يبقى الرسمه كده مظبوطه. ادي رسمه الديبليتد لود انفرتر استخدام ستيك دايجرام. خد بالك من الرسمه، الرسمه ما هي صعبه، هي بس نتعود نرسم اهو نعمل ايه بالظبط. نكمل الاكزامبلز. بسم الله. الاكزامبل اللي بعد كده، سكتش ذا ترانزستور ليفل سكيماتيك فور كومباوند سي موس لوجيك جيت فور ايتش اوف ذا فولوينج فانكشنز. الفانكشن دي جي 3 بي 3. الموضوع مش صعب هنا، الفكره فين؟ في الستيك. الستيك عشان اعمله مظبوط لازم اعمل اويلر باث، فلازم اختار مسار مظبوط البول داون مع البول اب. هنا الفانكشن اسميها وليكن، هو مسميها جي، فالجي ده عباره عن الاوتبوت فانكشن. تمام، هنا الاوتبوت، فلازم ارسم الفانكشن مظبوط واعمله. فالرسمه ماهيش صعبه، هنا الاوتبوت اهو ده الجي. خد بالك ما عملش هنا ريل، ما عملش خط للاوتبوت، هو خد الاوتبوت من هنا ومن هنا طلعهم الجي اللي هو الاوتبوت، وطبعا ده الفي دي دي وده الجراوند. خلاص، راجع على الرسمه لو في حاجه قول لي. ان شاء الله ما فيهاش حاجه. في حاجه انت مش واخد بالك من هنا، القط ده والقط ده والقط ده والقط ده. خلاص، اتعمل ايه؟ خد بالك، القطع ده في قطع هنا وفي قطع هنا وفي قطع هنا وفي قطع هنا، اتعمل للقطع ده. هيبقى السبب الوحيد ان مفيش اويلر باث متناسب بين البول اب والبول داون، بين البول اب والبول داون. خلاص، هتلاقي مفيش مسار ثابت ينفع يمشي في البول اب مع البول داون. خد بالك من القطع ده، من القطع اللي هنا وهنا، او البريك اللي هنا وهنا. خد بالك وانت بتحفظها عشان عارف انت هتحفظها، انت حر. Consider the design of CMOS compound and or invert. And or invert زي ما قلنا ده عبارة عن and، وبعد اخد الخارج ال and اعمل له or. ادي and A and P، هنا C and D خارجهم يدخل على or، يبقى هنا الخارج بتاعي AP or CD. ماشي، وبعدين invert اللي هو inverter، يبقى and or invert. تمام، ادي المساله، وادي الاويلر باث بتاعها.
فالمسألة برضو إن شاء الله ما فيش مشكلة فيها. Consider the design of CMOS compound، نفس الفكرة، البول أب والبول داون والأويلر باس. أدي البول أب والبول داون. أنا عادة ما بفضل تعمل لي البول أب الأويلر باس بتاع البول أب وتحت البول داون في رسمة واحدة. عايز تعمل رسمتين أنت حر، وهنا المسار قدامك أهو، بيمشي A وبعدين B وبعدين E وبعدين D وبعدين C. A B E D C A P E D C. مع العلم ان ممكن تلاقي مسار تاني شغال ومناسب، دي حاجة. الحاجة التالتة وهنا ما رسمش سيركت دياجرام، ما طلبش هو السيركت دياجرام، هو عاوز الاويلر بس، بس عاوز الجرافات بس، ما قالش اعمل لي السيركت دياجرام. انا في الامتحان هطلب منك اللي انا هطلبه منك هتعمله، دي حاجة. الحاجة التانية عاوز اقولك عليها ايه يا احمد؟ بسم الله. هنا الانو اللي هيت، انو ساعات بنعملها ساعات، لا ده عبارة عن مربع داشت بني، لونه بني، ده بيعبر عن الان ويل. الان ويل اللي هي منطقة الان اللي جوه البي تايب سبستريت اللي هعمل جوه الان ويل البيموس، والبي تايب سبستريت هعمل جواه الان موس. كنت عايز أأكد على ايه تاني؟ ممكن يبقى فيه أكتر من مسار اويلر باث، أنا في الامتحان براجع اللي أنت كاتبه تمام؟ وبشوف صح ولا غلط، فما تقلقش من النقطة دي. في حاجة تاني انا نسيت، طيب هفكرها ان شاء الله دلوقتي. رقم 11 بيقول لي consider the design of CMOS compound or and invert gate computing C and A or P. تمام، في مشكلة في الرسمة؟ لا، عاوز التنصل ليفل وعاوز stick diagram. ادي الستيك diagram. تمام، قبل ما انسى، قبل ما انسى، الواننا الاساسية، الواننا الاساسية البولي عبارة عن ريد اللون الأحمر ده، الميتال عبارة عن بلو، الأزرق ده أو اللي أفتح منه حاجة بسيطة اللي هو بيسموه السماوي ده تمام، البي بلس يلو أصفر، الإن بلس جرين، الدبليتد برتقاني أورنج تمام، وإيه تاني؟ الإن ويل براون وداشت متقطع مربع بني داشت متقطع يعني، خلاص. طيب ليه بقول كده؟ لان في كتب تانية، انا كنت جايب اكزامبلز كتير قوي، في كتب تانية بتعمل الستاندرز بتاع الالوان مختلفة، فهذا تلاقيني كده كاتب لك ايه، بليز كونسيدر ذا كالرز اوف ذا ستيك دايجرام، راجع الالوان دي. الجزء ده بتاع الديناميك لوجيك مش علينا، الجزء ده بتاع الديناميك لوجيك ما خدناهوش فمش علينا، لو خدنا الديناميك لوجيك يبقى الاكزامبل ده علينا، ما خدناهوش يبقى الاكزامبل ده مش عليك. وباكد تاني الستيك دايجرام تافه، بس المشكله فين؟ في الالوان. هو هنا المفروض البولي يبقى احمر، وهنا عامله بنفسجي، خلاص. الاكزامبل ده اكس زد دوت واي واي اور دبليو، خلاص، في الرسمه ما فيش مشكله فيها. وهنا ادي الستيك دياجرام اكس زد اكس زد واي اور دبليو، ماشي، واي اور دبليو اكس زد، تمام تمام رقم 14 برضو دي عباره عن دايناميك لوجيك، دي عباره عن، اسف، عن السي دي ان موس. السي دي ان موس ده علينا، الرسمه دي بالظبط علينا وليكن، ولكن الالوان كتب له تاني reconsider the colors of the stick diagram، يعني الالوان مش مظبوطه، الالوان مش مظبوطه. اللي فوق ده بيموس، فالمفروض ده يلو، المفروض البولي كله يبقى ريد تمام، ده مفروض جرين، هو جرين مظبوط اهوت تمام، ده مفروض الميتال يبقى بلو. فخد بالك من الالوان، خد بالك من الالوان، فالرسمه سهله ما فيش فيها مشكلة إن شاء الله. فخد بالك بس من الألوان، من الألوان. الحل مطلوب إيه؟ بيقول لي consider a design of C do NMOS for input NAND، أربعة input NAND اللي هو A P C D الكل داش. يبقى الأربعة input NAND A B C D الكل داش، أدي الـ A والـ P والـ C والـ D input الأولاني اللي هو الـ A المفروض والـ B
والسي والدي هنا سموها بس انبوت 1 2 3 4 وخلاص. اكزامبل بعد كده اكزامبل 15، خد بالك من اكزامبل ده. انا عندي دبليو اكس داش اور واي اور زد الكل داش، المفروض ده فانكشن طالما ماليش اي حاجه فيها ريبريزنت الاوتبوت وانز، عاوز ستيك دايجرام وعايز السيركت اهو. فايند ذا اويل اول اويلر باثز ذات كفر ذا بي موست اند ان موست لوجيك جرافز اوف سويتشنج فانكشن. الفانكشن دي هنا ما طلبش رسمها بس انا هرسمها، انا في الامتحان زي ما قلت لك هقول لك. فانا عاوز ده سيركت دايجرام بتاع الرسمه. انا عندي هنا ايه دبليو اكس داخلين على الانفرت الاول اللي هو تو انبوت اند، ده كده تو انبوت تو ناند، التو ناند اهمت ادي تو ناند دبليو اكس خارجها دخل على دخل مع فانكشن اسمها واي زد، يبقى هنا تلاتة انبوت نور، يعني الدائرة دي كلها تلاتة نور وهنا تو ناند، ادي تو ناند اكس ودبليو وادي التلاتة نور، فمفيش مشكلة فيها كده خلاص. الاويلر باس بتاعي هيبقوا اتنين اويلر باس، خلي بالك الدبليو دبليو اكس لوحده وهنا واي اكس والجي، هسمي ده خارجه جي تمام، هسمي الدايرة دي خارجها جي داخلة على تلاتة انبوت نور، يبقى هنا واي زد جي. بص بقى رسمها ازاي، خلي بالك انا عندي نفس الريل نفس الخط بتاع الفي دي دي والخط بتاع الجراوند ما اتغيرش، ادي خط الجي اللي هو الفي دي دي وادي خط الجراوند، ادي هنا كده التو انبوت هنا اكس وزي ده التو انبوت نور اتنين اسف التو انبوت ناند ودول التلاته انبوت نور ماشي. هو عمل ايه؟ خد الناند بتوعي خارجه دخله فين؟ دخله على البولي ده اهو، ادي خارج الفانكشن دي وهنا عامل كونتاكت اهو بين البولي وين الاوتبوت بتاع اللي هو الجي ده الجي ماشي، وادي الاكس والزد. طب هنا يا دكتور هو هنا الديفيجن بتاع الاكس واصل بالديفيجن بتاع الواي، فين الاكس والواي يا باشا؟ يا حبيبي الاكس واصل بالفي دي دي والواي واصل بالفي دي دي، فالاكس واصل بالواي واصلين بالفي دي دي واصلين بالدبليو كمان، يبقى الدبليو والاكس والواي الدبليو والاكس والواي. الرسمه شكلها غريب سيكا بس انت لو متعودت عليها لو انت بس قعدت ركزت فيها شويه هتلاقي الموضوع سهل جدا ورسمه ستاندرد وعلينا. طيب نيجي بقى للترانسميشن جيت. فالرسمه دي بيقول لي ايه؟ Use transmission gates to design a multiplexer with select signal S0 S1 inputs والانبوتس بتوعي A و B و C و D and out. انا عاوز السلكتور S0 S1 وعاوز الانبوتس A B C D وعايز الاوتبوت بتاعي اسمه out تمام. هو السلكتور او المالتيبلكسر حسب السلكتور، طالما في اربعه انبوت يبقى عندي اثنين سلكتور، اشمعنى ايه اللي جاب اربعه انبوتس واثنين سلكتور؟ ما هو عن طريق السلكتور هختار واحد من الداخل يبقى خارج، ادي المالتيبلكسر. يعني انا هرقمهم A B C D، فالاي رقم 0 والاي والبي رقم 1 والسي رقم 2 والدي رقم 3، فانا عاوز اربعه different combination من السلكتورز فهسميهم 0 1 يبقى 0 1 0 1 و 1 0 0 1 1 يبقى ده 0 ده 1 ده 2 ده 3 0 1 2 3 تمام كده، ادي السلكتورز. طيب الخارج بتاعها بقى الاوت بيساوي كام؟ الاوت بتاعي هيبقى A S0 داش S1 داش B S0 S1 داش C S0 داش S1 D S0 S1 تمام؟ أور يبقى الخارج بتاعي واحد من الأربعة دول، ده أور ده أور ده أور ده تمام كده؟ أهو هنا A S0 B S0 A S0 داش معذرة B S0 خلاص؟ دول ماخدين على إيه؟ هنا يبقى هنا هيبقى الخارج ده أهو هنا كده ده اور ده يبقى الخارج ده اور ده عشان نفس الانبوت نفس الكونتاكت نفس النقطه يعني، يبقى هنا اي اس 0 داش اس 1 اور بي اس 0 اس 1 خلاص.
يا عم انا اتلخبطت تاني ليه؟ هنا اس 1 داش اس 1 داش، انا باخد الانبوت مع السلكتور اللي على الان موس عشان ما اتلخبطش زي. تمام، يبقى هنا اي اس 0 داش بي اس 0، خلاص ادي الان موس. نخش بقى الداخلين دول داخلين على الترانسميشن جيت دي، يبقى ده اي اس 0 داش اس 1 داش اهو اللي على الان موس اس 1 داش بي اس 0 اس 1 داش، خلاص كده. يبقى ده الانبوت الاولاني اهو، وده الانبوت الثاني. هنا بقى هيبقى فين الان موس اللي تحت اهوت، يبقى سي اس 0 داش وهنا دي اس 0، يخش على السلكتور ده اللي هو اس 1، يبقى سي اس 0 داش اس 1 دي اس 0 اس 1، ادي اس 0 1 مظبوطه، ادي الاربعه قوي بتوع المالتي بلكسر. خلاص الرسمه ما هيش صعبه، ركز فيها هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل. طيب في الرسمه دي بيقول لي استخدم ترانسميشن جيت عشان اعمل 3 انبوت اور، 3 انبوت اور. جاب دي منين؟ بسيطه خالص، عشان اجيب الرسمه دي لازم اعمل الثلاثه انبوت اور ليها زيروز وانز. تمام، اعمل التروث تيبل بتاعها، ومن التروث تيبل اطلع انا عندي امتى الخارج بتاعي ب 1. بس اهو هاجي على السبوره انا عايز 3 انبوت اور، هنا ما حددليش الليست سيجنيفيكانت بت والموست سيجنيفيكانت بت. العادي بتاعنا بناخد اقل انبوت هو الليست واكبر انبوت هو الموست. تمام، فانا هاخد كده، مش هيفرق معايا، مش هيفرق اي بي سي، لو هيفرق لازم اقول لك انهي فيهم الليست وانهي فيهم الموست. يبقى الليست هو الاي، يبقى 0 1 0 1 0 1 0 1، هنا 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1. تمام، الاكس اور اي اكس اور بي اكس اور سي، طالما في واحد يبقى خارج واحد 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 واحد، ده صفر. تمام، الاكس اور بتاعي ده بواحد، وده 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 كله بوحيد ما عدا اول واحد. تمام، طيب هو عملها ازاي بقى؟ هنا A B داش C داش A B داش C داش اهو A B داش C داش A مع ال B داش مع ال C داش، or هنا B or C، الواحد B يبقى B، الواحد C يبقى C، يبقى الخارج بتاعي كله عباره عن اي بي داش سي داش اور بي اور سي. طب جاب ده منين؟ ده 3 انبوت اور، جابه منين يا باشا؟ خد هو الخارج بتاعي ده كله وعمل له سمبليفيكيشن. انا عندي اي بي داش سي داش اور اي داش بي سي داش اور اي بي سي داش اور اي بي اي داش بي داش سي، عشان ما تلخبطش A B داش C داش A داش B C داش A B C داش A داش B داش C or A B داش C or A داش B C or A P C A B C A داش B C A B داش C A داش B داش C A B C داش. تمام، اي داش بي سي داش اي بي سي داش، خلاص ديت هتعمل لها سمبليفيكيشن. لو خدنا دي مثلا البي ده مع ده يديك بي سي، خلاص البي سي لو خدنا اي داش ده مع ده هيديك بي داش بي سي داش.
تمام. ما هو الاي اور اي داش بواحد، هيبقى ده مع ده يديك بي سي داش، ده مع ده هيديك بي. خلاص يبقى ده كله راح، ده راح ده راح ده راح ده راح ده راح ده راح، هيتبقى بي. هيتبقى كام ترم بقى؟ ده بي داش سي، اي بي داش سي ده هو ده تمام. هاد ده، بص يا باشا، اي بي داش سي، وهنا اي بي داش سي داش، ده مع ده يبقى اي بي داش. خلاص فانت كملها في الاخر، هيطلع لك تقدر تعمل سيمبليفيكيشن باكتر من طريقه. ما المشكله في كده، انت ممكن تحلها باكتر من حل، واحد ممكن يعملها سيمبليفيكيشن بطريقه تانية. خلاص فالسيمبليفيكيشن بتاع ده اللي هو ده نتيجه السيمبليفيكيشن اللي عمله، فعمل سيمبليفيكيشن التاتا انبوت اور، طلع لي الخارج ده اي بي داش سي داش اور بي اور سي. خلاص بص دي كده، هو عملنا سيمبليفيكيشن بالكين اوف ماب، بالكي ماب ماشي. بص الخارج بتاعي بسي او البي تمام، او اي بي داش سي، هتلاقي واحد بس ده ده. ده هو يا اما الخارج بواحد في البيهات كلها لو بي، او السي هات او الاي بي داش سي داش، لما يكون للاوتبوت بتاع الخارج السي، لو السي بواحد فالخارج بتاعي بواحد، لو البي بواحد فخرج بتاعي بواحد تمام، لو الاي بي داش سي بواحد يطلع خارج بتاعي بواحد. اي بي داش سي داش اور بي اور سي، ده السيمبليفيكيشن بتاع الفانكشن دي بالكيرنوف ماب، فحلها زي ما تحلها يعني. خلاص ده شغل حاسبات اصلا، ما هوش شغل انا. لازم انت كطالب تبقى عارف ازاي اعمل سيمبليفيكيشن لاي فانكشن. شوف الاكزامبل اللي بعد كده، هنا بيقول لي ايه؟ درو ذا ترانزستور سيركت تو انبوت سي موس اور اند جيتس، عاوز الاثنين انبوت اور والاثنين انبوت اند. الاند والاور اما يبقى الخارج بتاعي ريبريزنت اللوجيك 1 ومش منفي، ده مشكله بالنسبه لي، وانا اتكلمتها في المحاضره قبل كده. قلت ايه في المحاضره؟ الرسمه تافهه دي، بس انا هقول لك انا قصدي، بس هور في حته ثانيه كده هقول لك عليها. التو انبوت اند مثلا، التو انبوتس اند عباره عن اي ام بي، مفروض امشي بالطريقه العاديه، دي ريبريزنت الاوتبوت وانز، مقلوبها عباره عن الاوتبوت زيروز، او نافيها اسف الاوتبوت زيرو. خلاص يبقى الزيروز بتاعتي اي بي الكل داش، اي بي الكل داش اللي هي اي داش اور بي داش، صح كده؟ يبقى البول داون عباره عن اثنين توازي اي داش بي داش. طب البول اب عباره عن اثنين توالي اي داش بي داش، ده عباره خارجها بي دي دي، هنا جراوند كلام خلص، دي او نكمل نكمل. طيب يبقى الخارج بتاعي هنا اي بي اللي هو اي داش اور بي داش اللي هو بتاع بول داون كل داش، يبقى عباره عن اي بي. طيب الحل ده مش بسيط خالص، اهو اتنين ترانزستور بول اب اتنين ترانزستور بول داون، بس خد بالك انا عندي الدخل بتاعي بيبقى مثبت، فانا عندي الدخل بتاعي اي بي، فهحتاج انفرتر للاي يديك اي داش. A يديك A داش، وزيه انفرتر للبي يديك بي يديك بي داش. ادي الوسط، ادي البي وادي البي داش وادي الاي وادي الاي داش. الرسمه ديت صعبه معقده، طب وليه؟ احنا اتفقنا قبل كده او احنا قلنا في المحاضره كذا مره، لما يبقى الدخل بتاعك
الاوتبوت بتاع الفانكشن مثبت وبيريبريزنت الاوتبوت 1، فانا هنفيه واخليه منفي واجي في اخر الدايره اعمل انفيرت. ازاي؟ انا عايز اعمل ايه؟ اي ام بي. انا مش هعمل اي ام بي، انا هعمل اي بي كل داش، اللي هو بالطريقه دي خالص، اي بي كل داش يبقى اي بي، وادي فوق هنا اي بي، اي بي هنا في دي دي، خلاص هنا كده ايه، اي بي كل داش. انا عايز اي بي داش ولا انا عايز اي بي بس؟ عاوز اي بي بس، خلاص حط انفرتر واحد بس في الخارج، يبقى الدايره بقت سيمبل اكتر وبقت ابسط، على ترانزستور زي هنا اي بي. فانا عملت، انا عايز في المطلوب في المساله اي بي، انا حليت اي بي داش، وبعدين جيت في الاخر عملت انفرتر واحد جاب لي من الاي بي داش جاب لي الاي بي. دي طريقه الحل في الكتاب، وانا هنشتغل بيها ان شاء الله. ادي التو انبوت اور، هو عمل لي هنا كده التو انبوت هنا اي اور بي كل داش، هنا اي اور بي، هنا ان اي ان بي كل داش، هنا اي دي التو انبوت اند، ودي التو انبوت اور اللي هي اور 2 اند، انتو يعني 2 انبوت اند، واور 2 يعني 2 انبوت، 2 انبوت اور. كونسيدر ذا ترانزستور ليفل سكيماتيك سيركت شون ان فيجر، ديديوس ذا كورسبوندنج لوجن فانكشن. ادي الفانكشن، ادي رسمه وعايز الفانكشن بتاعتها. دي طريقه، تمام. هنا هيبقى اي بي داش اي اور بي اي اور دي داش مضروبه في اي داش سي اور بي، كلهم مجموعين على اي داش دي في الاخر خالص، انفرتر في الاخر. شايف ده اللي انا قلته؟ مش كده خالص، هو جاب فانكشن منين؟ من فوق او من تحت؟ يعني يا دكتور الفانكشن دي سيركت، هصغرها بس عشان تبان اوضح. الفانكشن دي يا اما اجيبها من بول اب نتورك، يا اجيبها من بول داون نتورك، بس بشرط لو جبتها من بول اب نتورك احطها زي ما هي، لو جبتها من بول داون نتورك احط عليها داش، لان البول داون بيمثل الزيروس والبول اب بيمثل الوانز. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانا باخد بالي لما اعمل البول اب، الاي داش مع البي موس تبقى اي، الدي مع البي موس تبقى دي داش. يعني هنا اقول ايه؟ اي اور دي داش مضروبه في الترم ده. الترم ده عباره عن ايه؟ ده توازي مع ده، يبقى ايه ده؟ اي داش دي اللي هو الترم ده، اور ده توازي مضروب في ده، يبقى بي داش في اي اور سي داش. اهي اللي تحت اهي، صح كده؟ يبقى كده جبت الفانكشن منين؟ من البول اب. عايز اجيب من البول داون؟ حبيبي بسيطه، بص على البول داون بقى، البول داون الان موس زي ما هي، يعني ايه على الان موس تبقى ايه؟ الدي داش على الان موس بي داش، يبقى هنا كده ده الفرع ده توازي مع ده، يبقى اي داش دي اور، الفرع ده عباره عن ايه؟ اتنين توالي مع بعض، افتح قوس كبير كده، اي اور دي داش مضروبه في اي داش سي اور بي. ادي الاوتبوت فانكشن. ناقص حاجة؟ ناقص حاجة كبيرة، النفي. بجيب ال N موس وانفيها أو ال B موس. لو أنت فكيت دي هتلاقي هي دي بالظبط، بس طبعا هتاخد وقت كتير قوي. فالمهم يا إما أجيب الفانكشن من البول أب، يا أجيب الفانكشن من البول أب، أو أجيب الفانكشن من البول داون. لو جبتها من البول أب أخد بالي إن الداش على ال B موس تتحط مثبتة، والمثبتة على ال B موس تتحط منفيه، تمام. واخد الفانكشن زي ما هي، اخد الفانكشن زي ما هي. لو جبتها من ان موس عادي، المثبت على ان موس زي ما هو، والمنفي على ان موس زي ما هو، ولكن بعد ما اجيب الفانكشن في الاخر لازم احط فوقها داش، عشان الان موس اللي هو البول داون ريبريزنت الاوتبوت زيروز.
طيب بعد كده اكزامبل 20 برضو الفانكشن وسهله حلها زي ما انت عايز. هنا الفانكشن دي جابها منين؟ الفانكشن دي جابها من البول اب نتورك وده الاسهل. يبقى اي داش دي اور اي اور سي داش اند بي داش. نفس الكلام هنا جاب الفانكشن جابها برضو من اللي فوق اي سي داش اور بي. برضو الفانكشن جابها برضو هنا جابها منين بقى الفانكشن دي؟ دي جابها من ان من ان موس تحت. الفانكشن دي جابها من ان موس اي اور بي اند سي اور دي اند اي اور اف اور جي اتش. هنا جابها من البول داون. عايز اجيب من البول اب انت حر. هيها يبقى اي داش بي داش اور سي داش دي داش اور اي داش اف داش بين قوسين جي داش اور اتش داش. خلاص؟ فلو جبتها من بول داون زي ما هي احط فوق داش او اجيبها من بول اب زي ما هي بس باعتبار ان ايه على بي موس تبقى ايه داش. هكتبها حتى اهوت عشان من ايه يبقى اسمنا عملناها كده ما نكوش حجه. هجيب الفانكشن من بول اب يبقى ايه داش بي داش اور سي داش دي داش اور اي داش اف داش جي داش اور اتش داش. ده البول اب فانكشن تمام. والبول داون البول داون بحط عليها داش في الاخر. البول اب بجيب كل عنصر زي ما هو بس باعتبار البي موس. هنا implement the equation x using CMOS logic size that the devices so that the output resistance is the same as inverter ال NMOS. ده بقى اللي باتنين والبي موس ده بقى اللي بست. عاوز ال N ده بقى اللي باتنين في ال NMOS وده بقى اللي بتاع البي موس ست والفانكشن اهي. الفانكشن دي ريبريزنت ايه يا باشا؟ الفانكشن دي ريبريزنت الاوتبوت وانز. ما قاليش غير كده، ما قاليش انها ريبريزنت الزيروس. فالفانكشن دي لو انت جيت فيها عشان تريبريزنت الاوتبوت زيروز هتقعد فيها ساعه صح؟ هتاخد نفي وتفك تفك النفي عليهم والجمع تقلبه ضرب والضرب تقلبه جمع وليله كده. مع ان في حل اسهل. الفانكشن دي مفكوكه جاهزه. هاخدها اعمل بيها البول اب. الاي داش على البي موس تبقى ايه؟ البي داش على البي موس تبقى بي، السي داش تبقى سي، والدي داش تبقى دي، ده فين؟ في البي موس. وبعدين اخد البي موس اعمله بالدول اعمله ان موس، تبقى الحل في ثانيه. خد بالك؟ يعني الفانكشن دي كده اعمل بيها البي موس. الاي اور بي اهو اي اور بي. تمام؟ توالي مع سي اور دي اور اي، سي اور دي اور اي. توازي مع الاف كلهم توالي مع الجي اهو. خلصتها خد بالك كلها داشات يبقى اتحط زي ما هي. الاي مع البابل تبقى داش زي ما قلنا 50,000 مره. طيب عاوز اعمل بول داون ده البول اب نتورك. عاوز اعمل بول داون نتورك اخد البول اب اقلبه بالدول اعمل منه البول داون. كده الحل بتاعي بقى ستروت فورورد وزي الفل. اما اجيب بقى الورست باس بيقول لي which pattern which input patterns would give the worst and best equivalent pull up or pull down resistance. اي باترن يديك اسوأ حاله واحسن حاله. احسن حاله في البول داون يبقى كلهم اون، الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي كلهم محايد يديك افضل مسار. نفس الكلام في البول اب، المسار كلهم توازي كلهم موجودين هيبقى المقاومه اقل ما يمكن. الورست باس في البول داون السي والدي والاي والاف يكونوا اون، ده المسار اللي دي ورست باس. ده يبقى المسار ده هسويه المسار ده بالانفرتر يبقى 8 توالي مع بعض 4 8ات سي ودي والاي اف كل واحد منهم 8 يديك ماكسيم كام؟ يديك محصله كام اسف؟ 2. وده مسار لواحد يديك 2 وده الاثنين دول مع بعض مع ال 8 يديك 2 يبقى ده هيبقى كام؟ 3 على 16 اللي هو المسار حلو ازاي؟ فاكرين؟ 1 على دبليو على ال بتاع الاي زائد 1 على دبليو على ال بتاع البي زائد 1 على 8 يكوال 2 صح كده؟ حل انا في حته بس انا اقلب يبقى 1 على دبليو على ال بتاع ايه ماشي. انا عشان اريح دماغي من هنا هقول الاي قد البي فيبقوا 2 خلاص زائد 8 ايكوال نص. هقول ان الاي قد البي يبقوا دول 2 مع بعض 2
زائد توم بتساوي نص، ودي النص الناحية التانية، يبقى 2 على دبليو على ال بتاع ال A أو ال P equal نص ناقص توم، يبقى كام؟ نص ناقص توم، توم يبقى 4 على 8 ناقص توم، يبقى كام؟ 3 على 8 طرفين في وسطين، يطلع دبليو على ال بتاع ال A أو ال P equal 16 على 3، وهو 3 على 3 16. تك تك تاني هنا 3 على 8 صح، يبقى 2 على دبليو على ال ايكوال 3 على 8، يبقى 16 على 3، 3 دبليو على ال. احنا قلبنا بقت نص، يبقى 2 على دبليو على ال زائد 2 ايكوال نص، يبقى 1 2 دبليو على ال بتساوي نص ناقص 2، يبقى 4 على 8 فهم نص، 3 على 8 يبقى. بسم الله بسم الله نكمل، معلش كان حصل مشكلة في اللاب فهنكمل. من الحل هنا 3 دبليو ال ايكوال كام؟ 16، ومنها دبليو على ال بتاع ال A وال B بيساوي 16 على 3، يبقى ده غلط، هي بس مقلوبة، هي 16 على 3، 16 على 3، يبقى ال دبليو على ال بتاع ال A وبتاع ال B 16 على 3. هعدلها وانزلكم الكتاب معدول ان شاء الله. طيب بتاع البول اب سهله، البول اب برضو انا عاوزه كام؟ عايز الدبل على ال بتاع البول اب ايكوال 6 تمام، فهاخد الورست باس اسوا مسار اللي هما فيه 3، يا اما الاي والسي والجي، يا اما الاي والدي والجي، يا اما الاي والاي والجي، او البي والاي والجي، البي والدي والجي، البي والسي والجي، او الاف والجي. اسوا مسار اللي فيه 3، الاف والجي ده مش اسوا مسار، اسوا مسار اللي فيه 3، فيبقى الاي والسي والدي والجي والاي والبي كلهم قد بعض يا دكتور. ما هم بص الاي والسي والجي اللي فيه 3 باص، او الاي والدي والجي، او الاي والاي والجي تمام، او البي مطرح ده ومطرح ده ومطرح ده، يعني البي والسي والجي، او البي والدي والجي، او البي والاي والجي، يبقى هم ثلاثات، يبقى هيبقى الواحد فيهم ب 18، احسبها كده هتلاقي 18 خلاص. هيتبقى بعد ما جبت اسوأ مسار هجيب مسار باقي بقى اللي هو اف والجي، الاف والجي 1 على 1 بتاع الاف، ده ال بتاع الاف، دبليو على ال بتاع الاف تمام، زائد 1 على 18 ايكوال 6، يبقى هنا الدبليو على ال بتاع الاف هتلاقيها بتساوي 9 خلاص، 1 على 9 مظبوط خلاص، كده الحل بتاعي مظبوط، ودي هظبطها ان شاء الله وانزلها لك. طيب رقم 24 بيقول لي ايه؟ consider the circuit to figure what is the logic function implemented by the CMOS، عاوز الفانكشن بتاع الخارج. هنا احنا زي ما اتفقنا مره الف، يا اما اجيب البول داون يا اما اجيب بول اب، هنا اهو هنا جابها من بول داون A or P and CD، عاوز اجيب بول اب، خد بالك البول داون بحط داش فوق اهي، لو اجيبها من بول اب يبقى A داش B داش اور C داش اور D داش، ده الخارج بتاعي مظبوط، او الخارج بتاعي A اور P and C and D الكل داش، متنساش. طيب عايز السايزنج، السايزنج سهل اعمله مفيش فيه مشكلة، هو انا عندي الباص ده الباص ده 3 يبقى 4 مظبوط، عاوز ابني بتاع ان موس 4 بتاع البي موس عايزه 8، يبقى دول 16 وده 8 وده 8 بالظبط، الحل مظبوط ان شاء الله. طيب الرقم 25 do the following two circuits shown in figure implement the same logic function، الدايرتين دول بيطلعوا نفس الفانكشن، if yes what is that logic function، لو اتنين نفس الفانكشن يبقى الفانكشن بتاعتهم ايه، if no give boolean expression for both circuits، لو نفس الفانكشن قول لي الفانكشن ايه، لو مش نفس الفانكشن قول لي دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. من الرسمه
الرسمه دي دي A B C D or E A B C D or E صح. طب اللي فوق E dash or E dash and من اللي فوق E dash مضروبة في E dash or B dash or C dash or D dash ادي الخارج. هنا نفس الكلام دي نفس الفانكشن من البول داون A B C D or E الكل داش يبقى نفس الفانكشن ونفس الفانكشن ده خلاص. رقم 26 بيقول لي what is the logic function of circuit A and B figure which one is the dual network and which is not. ايه اللي فيهم دول والتاني مش دول؟ بص كده هنا A B dash or A dash B هنا الكل داش اهو A B dash or A dash B الكل هنا ده اكس نور خلاص. اللي فوق A dash B يبقى A B dash A B dash A dash B ديت دي دول البول اب دول بتاع البول داون. طب هنا A B dash A dash B A B dash or A dash B الكل داش صح ديت برضو اكس نور بس هنا الاكس نور الوانز بتاعتها A dash B dash or A P دي اكس نور ودي اكس الاثنين اكس نور تمام بس دي نوت دول. لو انت كان المحاضره اللي فاتت هتعرف احنا عملنا الاكس اور ازاي والاكس نور ازاي. المره دي اكس نور فالاكس اور او الاكس نور ليهم طرق كتير قوي لعملهم لعمايلهم يعني. دي طريقه منهم بتاع الدول الطريقه بتاع سيركت اي دي دول سيركت بي لا خد السيركت خد الاكس اور عمل بي الاكس اور عمل بي الاكس نور عمل بي البول اب والاكس اور داش عمل بها البول داون. فالمشكله هي مش مشكله بقى هنا مفيش دول دي طريقه حل اللي هي بي مش دول لكن ايه الدول خد الاكس نور وعملها بقت اكس نور يعني خد اسف البول داون خده عمل الدول بي باستخدام الدول يعني عمل بول اب لكن هنا ما عملش الدول هنا خد البول اب اكس نور والبول داون اكس اور منفي خلاص تمام. ادي كل الاكزامبلز ان شاء الله الامتحان في الجزء ده من الكتاب مش هيجي بره الافكار اللي احنا شرحناها سواء محاضره سواء نظري سواء مسائل. يعني ايه نظري؟ يعني ممكن اجيب لك مساله سهله جدا مساله بس انت مش هتفهمها طول ما انت مش فاهم النظري تمام. مساله مش هتفهمها طالما انت مش فاهم النظري. اخيرا الفان ان والفان اوت. الفان ان ده عدد الانبوتس بتوع اللوجيك فانكشن. الفان اوت عدد اللوجيك جيتس اللي واصله بالاوتبوت يعني عدد الاوتبوتس. الفان ان كتير يعني عدد الانبوتس كتير. الفان اوت كتير يعني عدد الاوتبوتس كتير تمام. فالفان ان والفان اوت عباره عن عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس وده بيعبر او كميجر للكومبلكيتس بتاع الدايره كده. المحاضره بتاع كده الكتاب الاولاني ان شاء الله خلص تمام. وهتلاقي بعد كده الفيديو بتاع الكتاب الجزء الثاني من الكورس. شكرا. السلام عليكم.